في البداية وبعد ما استعدينا لرحلة الهايكينج نبدأ بأول الفعاليات اللي هي استكشاف المنطقة. تفضل. ليه ملبستنا هاللبس كنا حلاقين؟ بس انتو يا خلاص خلاص اوكي، بس وشو العجلة؟ خل نريح ابو ساعة بعدين ندزها. بما انك انضميت لرحلة الهايكينج تلتزم بالجدول كامل. شكلها نايمة بعد العشاء دي. وش قلت؟ اقول لي يلا مشينا مشينا يا عيال مشينا. يلا وين تبي نروح؟ بس ندفع عشان نجي ونشقى انفسنا يا اخ كفته. من مبادرات البرنامج المحافظه على نظافه البيئه، عشان كذا ابي منكم كلكم وخلال نص ساعه تنظفون المكان هذا من الزباله عشان ننقذ البيئه. اما عاد ننقذ البيئه ليش؟ ما تعرف تسبح؟ وش تقصد؟ لا ما اقصد، بس انا شايف ما ادري وين 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 يا عيال. ايه عرفت، شايف بسوق طيبه. كله من ياسر هايكينج هايكينج، لو انك كاشتين ارحم لنا يا ابوي. اعتقد انه زبط الطلعه دي لما نعرف انه فيها بنات يحب يتمالح. وراك دعست على البيئه. اسف يا ابوي. وخر وخر خلنا ننقذها. مره شكرا ياسر. ايش دعوه، ما سويت الا الواجب يا شيخة. لو تبيني أضف حصل بر كله ضفيته عشانك. يوم ولا الدرجة عاد. خمس دقايق وبالمكان كله نظيف. أوه ابتسامات. إيش فيك يا حبيبتي؟ أنت فاهمة غلط. ولا شيء، خلنا نرجع من هالرحلة الزبالة اللي جبتني لها ويحلها حلال، واللي في أحد صاحي يجيب زوجته بشهر العسل هالأماكن. الحين احنا بكل هدوء وانتباه بنطلع على هذيك التلة. يا استاذة الله يطول عمرك، وش هو له التعب والشقاء؟ ليش نطلع هذه التلة؟ طيب نطرح نروح ذيك التلة احسن لها مستوية. هو صادق هذا مستوي، نقدر نمشي معه. استح على وجهك انت وياه، البنات ما اشتكوا، انتم تشتكون؟ وهي صادقة، استح على وجهك يا اخي، البنات ما اشتكوا. قلبت علي؟ اكيد. وصلنا لمرحلة الالتقاء بالطبيعة لطرد الطاقة السلبية عن طريق حضن الأشجار. سلامات أحضن شجرة، مهبول أنا أحضن كفتة ولا أحضن شجرة. تحضنها وانت ما تشوف الدرب. أسمي أبشر أبشر. معليش يا حبيبتي، أغار على زوجي ولا أرضى. واو شكرا حبي. عاد واو راح فيها شيبة عرعر. عاد من زينة عشان تغار عليه. يا ليل أبو لمبة، بدأ شغل الكبوس ذا. أي أحد ما يلتزم بالبرنامج راح يستبعد، فاهمين؟ أستاذة، أقدر أحك راسي؟ ولا حركة، لمدة خمس دقايق أبيكم تحسون بالطبيعة، حسوا فيها. أنا حسيت بالشوك يا أستاذة.